مساء الخير على حضراتكم في هذا اللقاء الخاص. الحقيقة معانا النهاردة شخصية بارزة، وزيرة ذات طابع خاص. هي واحدة من القيادات والأسماء السياسية النسائية البارزة الشابة في مجال الحفاظ على البيئة والتعاون الدولي منذ توليها المسؤولية في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وهي تسعى جاهدة في دمج المؤسسات المحلية والدولية الخاصة منها والحكومية مع وزارة البيئة لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه في الحفاظ على البيئة لمصر ووضع مصر في مكانة دولية وعربية أفضل. معانا ومع حضراتكم النهاردة في الحياة أحلى سيادة الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. أهلا بحضرتك معنا وألف مبروك على توليك الوزارة في البداية. أهلا بك. خليني أبدأ مع حضرتك بفكرة الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد المتماشي مع البيئة، وهو مفهوم ومبدأ تتبنيه منذ كنت يعني في بداية حياتك المهنية. عايزين نعرف ما هي الخطوات التي يمكن أن تسير فيها الوزيرة الشابة في مسألة تبني الاقتصاد الأخضر. شكرا. الحقيقة هو الاقتصاد الأخضر هو الوجه الثاني للعملة بتاعة التنمية المستدامة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن يجب أن يكون هناك توازن ما بين التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، اللي هي الثلاث أبعاد بتوع التنمية المستدامة. الاقتصاد الأخضر ببساطة شديدة هي الحاجة أن احنا نعمل نمو اقتصادي، ولكن لا يكون هذا النمو أكتر من أنه هو يبقى نمو اقتصادي مستدام. فبنبص على مواردنا الطبيعية، الكفاءة بتاعت استخدام الطاقة، كفاءة استخدام المياه، الطريقة اللي بتحصل فيها العمليات الصناعية، بحيث ان هو يبقى فيه استدامة لهذه العمليات، ويبقى فيه هناك كفاءة في العملية نفسها بحيث يبقى فيه تنافسية. يعني لو خدنا مصنع مثلا، هنبتدي نشوف كمية المية اللي المصنع ده بيستخدمها، كمية الطاقة اللي بيستخدمها، العمليات اللي بتستخدمها المصنع ده متماشية مع المعايير الدولية ولا لأ. ده بيزيد من قدرة المصنع على التنافسية، وبالتالي بنقدر ان احنا نصدر. فده ببساطة شديدة المفهوم بتاع الاقتصاد الأخضر.